السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ عبد الامير شلونك؟ حبيب الله يخليك. انا خطاب القصاب مقدم برامج قناه سامره الفضائيه برنامج اصداء الشارع، انت ويانا هسه على الهواء. الله يخليك استاذ. الله يبارك فيك. استاذ اكو فد مشكله وقراج الناصريه والناس قاعد تعاني من هذا الموضوع. فريد حل هاي القضية، انه اكو وصل، الوصل قاعد يقص من عندكم، الوصل مجاني الانطلاقة الوصل مجاني، لكن دي ياخذون معدهم 5000 دينار. هاي 5000 ما شنو جنابك؟ على يا خط استاذ، وين هذا الحكي صاير؟ يمن هسه سولف وياي، سولف شنو استاذ؟ اسمع القضية شنو احكيها. قضيتي ايه؟ هي الانطلاقة هاي مجانية كاتبينها، قاعدين الدلالين ياخذون من عندنا فلوس 5000 من اب بغداد وبالناصرية نفس الشيء. وانا صار اسبوع ما مسجل، من دام نشرت قالوا من دام نشرت انا ما مسجلك، ولحد الان ظل بدون سجل، وهسه صار لي ليتين انا بايت هنا اب بغداد على مود السجل ما مسجليني. حضرة جنابك استاذ. والرجال هذا آدم هو الرجال استاذ عبد الامير حبيبي قلبي، ردك على هذا الموضوع. والله يا استاذ هذا نفس السائق، انا قلت له وبلغته وقلت له تسجل وغصبا على اكبر واحد واللي طلب. خلي يكمل اخوي، خلي يكمل اخوي، خلي يكمل. تفضل استاذ عبد الامير. قلت له تعال وبلغني، الظاهر هو من البارحة خبرت فيها وسجلته شو ما رجع عليه، وقال لي مثلا حد يريد مني فلوس، فلان يريد مني فلوس. من تحاكي اجى قال هذا الحكي ببغداد مو يمكم، ترجع لي هنا هسه شو يقول يمكم، ما اعرف شنو شغلته يعني. هو دقيقة حتى يكون الكلام قدامكم، دقيقة دقيقة اخوي، تعال اخوي تعال، بس اخوي بس اسمعني استاذ عبد الامير، اخوي اسمعني الله يرضى عليك، اسمعني اخوي اسمعني، الرجال تسوي انت على الهواء اسمعني، يعني انت بس حكي مو بسلك، اسمع الرجال هم دي احل لك مشكلتك. استاذ عبد الامير يعني هو اجا قال لك مشكلتي ببغداد وقال لك مشكلتي بالناصريه؟ من نشر يا عيني يا استاذ، قال مشكلتنا ببغداد، اجى هو والسواق قالوا مو انتم مقصودين، الناصريه ما عندنا هيجي، الحكي ببغداد والانطلاقه بلقى وما ادري. قلنا له يا ابي ليش ما وضحت انت مشكورك؟ نعم. انه المشكله مو يمنا. نعم. ليش تعمل عالم وعالم اتهمت بها شغله وصار بها سين وجيم؟ ليش اثرت على ناس ما لهم ذنب؟ رجع هسه شو يقول لي بالناصريه؟ زين انا هسه ما افهم، اذا بالناصريه يعني يجيني ويقول لي هذا، واريد اشوف يا منو اللي يقدر ياخذ من عنده مو الف 500 دينار خليج علي، وانا مسؤول اذا واحد اخذ من عنده اي فلس، انطلاقه مجانا وغصبا على اكبر واحد ياخذها. طبعا استاذ عبد الامير شكرا لك، وضحت لنا القضيه وسمعت استاذ عبد الامير قال لك تجي. قلت له الولد ما اريد هذا اخوي العزيز، هي اخوي العزيز انت الموضوع مو قرار، قرارك قرار، اكو مدراهم ما يقررون هذا الموضوع، هتروح لباكر؟ سمعت ايش قال لك؟ قال لك تجي وما حد ياخذ من عندك دينار واحد وتسجل. استاذ عبد الامير هذا رقم يمك، وشكرا لك وما قصرت. استاذ انا الممنون حبيبي، حياك الله، حياك الله، الله يخليك، حياك الله. مشكلتك انحلت وتروح له استاذ اخوي العزيز، مشكلتك حليتها، مشكلتك حليتها، وما يكون خاطرك الله طيب تروح عليها وتحل مشكلتك.